برنامج من روائع حضارتنا، أمتنا ذات حضارة فاقت الأمم وبلغت بمآثرها عالي القمم. غدت صفحات التاريخ بمحاسنها بيضاء، وأنارت بأقمارها كل ظلماء. من روائع حضارتنا برنامج تقدمه لكم آثار للأعمال التاريخية، ويعرضها الباحث في التاريخ عبد العزيز العويد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذا اللقاء المتجدد والذي نعيش وإياكم فيه مع رائعة أخرى من روائع حضارتنا. كنا قد أشرنا في اللقاء الماضي حول ما يتعلق بروعة الحضارة الإسلامية في الجانب الطبي، وذكرنا أن هذا الأمر له بعدان. البعد الأول في بناء المستشفيات وروعتها والعناية بها، والبعد الآخر هو البعد الإنساني عند المسلمين في تعاملهم مع المرضى. الشريعة الإسلامية أيها الإخوة أيها الأخوات شريعة كاملة جدا، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الشريعة الإسلامية جاءت وسعت إلى رفع الحرج عن المريض بكل وسيلة، سواء كان هذا في الوضوء أو في الصلاة أو في الصيام أو في الحج أو في الجهاد أو في غيرها. فإذا رأينا أن الشريعة الإسلامية عنيت بالتخفيف عن المريض، وغرست فينا هذه الشريعة الكاملة هذا البعد الإنساني العميق، لا شك أن هذا الأمر هو الذي جعل الأطباء ينطلقون قبل كل شيء في تعاملهم مع المرضى في كل عصور الحضارة الإسلامية. يتعاملون مع المريض على أنه إنسان وليس على أنه شيء لا إحساس له، يتعاملون معه على أنه بحاجة إلى المساعدة وليس على أنه مصدر للرزق عن طريق أخذ الأجر منه، بل كان التعامل معه على أنه إنسان، على أنه في أزمة، على أنه محتاج إلى من يقف بجواره. وليست هذه المساعدة مساعدة طبية فقط، لا، بل يتعدى ذلك إلى المساعدة النفسية والاجتماعية والاقتصادية. كل ذلك كان يتم في المستشفيات في تاريخ المسلمين. لكم مثلا أن تنظروا في بعض هذه المستشفيات التي كانت موجودة في تاريخ المسلمين، فبمجرد دخول المريض للمستشفى يفحص أولا بالقاعة الخارجية، فإن كان به مرض خفيف يكتب له العلاج ويصرف من صيدلية المستشفى، أشبه ما يكون بالحوادث أو الطوارئ الموجودة عندنا اليوم. وإن كانت حالته المرضية تستوجب دخوله المستشفى كان يقيد اسمه ويدخل إلى الحمام للاغتسال، وتخلع عنه ثيابه التي دخل بها فتوضع في مخزن خاص، ثم يعطى ثيابا جديدة خاصة للمستشفى، ويدخل إلى القاعة المخصصة لأمثاله من المرضى، ويخصص له سرير مفروش بأثاث جيد، ولا يسمح بوجود مريض آخر معه في نفس المريض في نفس السرير مراعاة لنفسيته، على خلاف ما كان موجودا ذلك في بعض مستشفيات فرنسا بعد مثل هذا بقرون طويلة. بعد دخول المريض للمستشفى الإسلامي يعطى الدواء، أنا أقول الإسلامي للبيان أن هذا مما تميزت به حضارة المسلمين، يعطى الدواء الذي يعينه الطبيب كما يوصف له الغذاء المرافق لصحته وبالمقدار المفروض له، ولم يكن يضيق أبدا على المرضى في نوع الطعام الذي يأكلونه، بل كان يقدم لهم أطايب الطعام، فقد كان غذاء المرضى يحتوي على لحوم الأغنام والأبقار والطيور والدجاج، لا يضيق عليهم أبدا حتى في كميات الطعام، بل كان من علامات الشفاء أن يأكل المريض رغيفا كاملا ودجاجة كاملة في الوجبة الواحدة، كما جرى ذلك في مستشفى أحمد بن طولون. وانظروا أيها الإخوة أيتها الأخوات إلى توجيه أبي بكر الرازي الطبيب المسلمين إلى تلاميذه، أن يكون هدفهم الأول إبراء مرضاهم أكثر من نيل أجورهم منهم، وأن يعالجوا الفقراء بمثل الاهتمام والعناية التي يعالجون بها الأمراء والأغنياء،
وأن يوهموا المرضى بالشفاء حتى لو كانوا هم أنفسهم لا يعتقدون بذلك، فمزاج الجسم تابع لأخلاق النفس. وهذا الأمر العالي من الرعاية الصحية لم يكن مقصورا على المدن والحواضر الكبرى، بل حظيت كل بقاع الدولة الإسلامية بهذا الاهتمام عبر هذه المستشفيات المتنقلة التي ذكرنا في اللقاء الماضي أنها كانت تجوب القرى والجبال والمناطق النائية بصفة عامة، وأن الناس كانوا ينظرون لها على أنها مفخرة من المفاخر في تاريخ المسلمين، كانت تصل أحيانا إلى 40 جملا يتنقل لعلاج المرضى في أنحاء مختلفة. النظرة الإسلامية الرحيمة للمريض تعدت كل طبقات المجتمع السوية لتشمل أيضا نزلاء السجون ممن أساءوا لمجتمعه. حتى السجين كان تصرف له من الرعاية الطبية الكاملة ما كان غير موجود عند غير المسلمين. يذكر عن الوزير علي بن عيسى بن الجراح أنه كتب إلى سنان بن ثابت رئيس أطباء بغداد، قال: فكرت في أمر من في السجون، وأنه لا يخلو مع كثرة عددهم وجفاء أماكنهم أن تنالهم الأمراض، فينبغي أن تفرد لهم أطباء يدخلون إليها كل يوم، وتحمل إليهم الأدوية والأشربة، ويطوفون في سائر الحبوس ويعالجون فيها المرضى. الحبوس يعني السجون. ولا شك أن هذا الفيض الإنساني على المرضى حتى في المستشفيات شيء رائع جدا. المستشفى المنصوري الذي تكلمنا عنه في اللقاء الماضي، الذي أنشأه الملك المنصور سيف الدين قلاوون في سنة 683 رحمه الله، أوقف عليه ما يغطي نفقاته سنويا. وعلى ذكر الأوقاف الخيرية وأثرها في الجانب الإنساني في الطب، فإننا نجد أن هناك صورا غير مسبوقة في الحضارة الإسلامية في العناية بالمريض. يا إخواني يا أخواتي، كان ريع بعض الأوقاف يخصص لتوظيف اثنين يمران بالمستشفيات يوميا فيتحدثان بجانب المرضى حديثا خافتا يسمعه المريض دون أن يراهما، يوجبان إليه من خلال حديثهما بتحسن حالته. يقف رجلان بجانب غرفة المريض، وقد رأيت في بعض المصادر الأخرى أن هذا كان موجودا في تونس، كان يقف الطبيب بجانبه رجل آخر بالاتفاق مع الطبيب، والمريض داخل غرفته وهما يقفان خارج الغرفة بجانبها، فيسأل المريض، يسأل الزائر صديق المريض الطبيب، يسأل الطبيب ما بال الرجل، فيقول: والله الرجل مريض ويعاني من مشاكل صحية. فيسأله يعني: هل هناك أمل في شفائه؟ كذا، سؤال عام يعني لا توجد علاقة بين السائل وبين المريض. فيقول الطبيب: لا، هذا المريض من السهل جدا أن يتعالج ويتشافى مع الوقت، هو فقط محتاج إلى العلاج، حالته الصحية مستقرة تماما، لو أكل من طعامنا سيرتاح، وإن شاء الله خلال الأيام القريبة سيكون بحالة مرضية. فيتحسن المريض لما يسمع مثل هذا الكلام. وجدت أيضا في بعض تواريخ مصر أنه كانت هناك عيادات متخصصة فقط للإشراف على المريض، عيادات متخصصة للإشراف على المريض الذي يعاني من مشاكل نفسية، طبيب نفسي أو معالج نفسي يحدثه بالأحاديث التي تريحه، فإذا ارتاح خرج هذا الرجل وزال عنه ما يكون أشبه ما يكون بالاكتئاب اليوم، ثم إذا عاوده التعب عاد إليه مرة أخرى. هذه صورة من صور التميز في الحضارة الإسلامية في رعاية المرضى. إذن يا إخواني يا أخواتي،
المؤسسة الصحية في الحضارة الإسلامية كانت قائمة على عاطفة إسلامية خالصة لا مثيل لها في التاريخ، ولا يعرفها الغربيون حتى اليوم. ويكفي أنها جعلت الطب والعلاج والغذاء للمرضى بالمجان، بل كانت تعطي مرضى الفقراء الناقة وغيرها مما ينفق به على نفسه حتى يصلح أمره. مستشفى أحمد بن طولون الذي ذكرت لكم، كان هذا المستشفى إذا خرج الرجل من المستشفى يعطونه كالمكافأة أو الراتب أو المساعدة لمدة أسبوع، لأنه إذا خرج من الصعب أن يزاول مهنته أو عمله مباشرة، وهناك الأجرة باليوم على قدر عملك، فيعطونه مبلغا معينا كمساعدة لمدة أسبوع، يومية مثلا 10 دراهم أو 5 دراهم يعطونه لمدة أسبوع على قدر يوميته حتى يتسنى له أن يرتاح في البيت، وبعد ذلك يخرج بعد نهاية الأسبوع يخرج لمزاولة عمله. لا أستطيع أن أقول إلا ما أروع حضارتنا وما أكثر جهلنا بها. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قدمت لكم آثار للأعمال التاريخية، برنامج من روائع حضارتنا للباحث في التاريخ عبد العزيز العويد.